اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أحمدك ربي علمتني كيف أحمد، أصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه، وأعاد له بصره بعد ما ابيضت من الحزن عيناه. سبحانه خلق الليل وخلق النهار، وخلق الماء وخلق البحار، وخلق الأوراق وخلق الأشجار. سبحانه يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سبحانه وكل يسبح بحمده وهو العزيز الغفار. وصلاة وسلام على النبي المختار نور الأنوار وسر الأسرار ورحمة الله العزيز الغفار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجعتي خديه أربعة، الورد والياسمين ثم الآس والعنب، انطقت لرسول الله أربعة، الضب والضبي والثعبان والصنم، آمنت برسول الله أربعة، الإنس والجن ثم العرب والعجم، صلى على خير خلق الله أربعة، العرش والكرسي ثم اللوح والقلم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة، حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلوات العظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. صلى الله عليك وسلم يا نورا سميت محمد، نور من نور في نور وبنور الأنوار محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتوسع بها الأرزاق وتملأ منها الآفاق وتدفع بها المشاق، وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناق. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. طبتم وطاب منشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يا من قدمتم لسنة سنة خاتم الأنبياء وهي سنة العزاء،
حيث قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من عزى أخاه المسلم في مصاب له طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. في ليلة التكريم لأم راحلة كريمة، تلكم الأم التي عاشت طيبة وماتت طيبة، عاشت في معية الرحمن إلى أن عادت الروح إلى بارئها، وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. فقيدت عائلات درويش وعائلات عبد الجليل الأكرمي، تقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى حضراتكم وإلى القادة التنفيذية والشعبية وإلى حضرات السادة عمد القرى ومشايخ البلاد وكل من جاء مشاركا واجب العزاء. أيها الأحبة الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل منهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. ويحضر معنا في هذا اللقاء القرآني عالمين من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، علم الإذاعة المصرية، قمر الأمسيات الدينية، فارس الحفلات الدولية، والذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، قروان الفجر والأمسيات الدينية، المحكم الدولي في المسابقات العالمية، ملك المقامات، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، كما يحضر معنا كروان محافظة الغربية، صاحب الصوت الجميل والخلق النبيل، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، صاحب الصوت الندي والأداء الشريف، فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل دراز. من داخل أولى وقرى قصور الضيافة المتنقلة، قصر الضيافة المنظم المرتب، حطاط ديزي الكبرى، لؤلؤة السرات، مخازن حنج بجدي لضم وأولاده مقيمين بكفر شبر اليمن. إخوة الإيمان، هيا بنا نعطر المكان بآيات الله الواحد الديان، والذي أنزل على نبينا العدنان بصوت قارئ الكروان، حباه الله مزمارا من مزامير آل داود، تخلق بأخلاق القرآن، تعلم كيف يقرأ وكيف يتلى، حفظه الله بالقرآن ورفعه ربي بالقرآن مكانا عليا. كروان الإذاعة المصرية، قمر الأمسيات الدينية، المحكم الأول في المسابقات العالمية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب قارئ الإذاعة المصرية، تفضل فضيلته مشكورا يتلو ما تيسر من آيات الله البينة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من
الله يصطفي من البلاء
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا هو جذاب هو جذاب وما جعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم هو سماكم المسلمين هو سماكم وفيها ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة
الدكان تصعد في الله وقد أفلح المؤمنون
فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فتبارك الله أحسن الخالقين
تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم Yeah.
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل لكم فيها وشجرة تخرج نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها صدق الله مصغ الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها ما أحلى كلام سمعنا حلو في معناه رائع في إلقاء خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية علم الإذاعة المصرية قمر الأمسيات الدينية قروان الفجر والأمسيات الدينية المحكم الأول عالميا في المسابقات الدولية الذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الأم الراحلة الكريمة فقيدة عائلات درويش وعائلات عبد الجليل الأكرمي تقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم إلى كل القيادات التنفيذية والشعبية سادة عمد القرى ومشايخ البلاد رجال الأزهر والأوقاف وكل من جاء مشاركا واجب العزاء شاكر الهندسة الإذاعية محطات ديزي الكبرى معرض الفني الإضاءة الحديثة الذهبية مقصور الضيافة المتنقلة بجمهورية مصر العربية خازن الحج مجدي قضى الله وأولاده مهندس يمني قضى الله مهندس محمد قضى الله كمين فقر شبر اليمن شاكر لمصورنا هذه الليلة لنراها كل يوم وليلة على قناة المهندس رضا درويش القرآنية مخرج الحفلات الدينية الكبرى
تقييم هذه البلدة الطيبة وأهلها. شاكر للخدمات الفندقية متر محمد رمضان المقيم بدهدور، متر محمد عزمي والمقيم بأبو نبهان. أيها الأحبة الكرام، لنا لقاء آخر بعد قليل.